علمت اليونيفيل أن حمولة سفينة روسوس هي من نوع نترات الأمونيوم زنة 2755 طناً. عزيزي كورتس، مرحباً. نرجو من حضرتكم الاطلاع على ما يلي. كنا قد أنفقنا مبلغاً من المال على سفينة أنفي روسوس، وقد سبق لنا أن أبلغناكم بالأمر. أشعل الحريق كمية كبيرة من الألعاب النارية التجارية. مع ازدياد شدة اشتعال الألعاب النارية التجارية، انتقل الاحتراق السريع إلى انفجار كتلة الألعاب النارية التجارية. أرسلت المديرية العامة لجهاز أمن الدولة كتاباً إلى جميع المؤسسات والإدارات المعنية يعلمها بوجود باخرة راسية في مرفأ بيروت منذ العام 2013. لم تكن ارتدادات الانفجار جغرافية فحسب، إنما سياسية أيضاً. فطالت حكومة الرئيس حسان دياب، تم الحجز على الباخرة وطاقمها، ومنعت من مغادرة المياه الإقليمية بناءً على طلب قاضي الأمور المستعجلة آنذاك القاضي نديم زوين. رفض المحقق العدلي القاضي طارق البطار وقبله القاضي فادي صوان كشف الحقيقة المتعلقة بهذا الأمر، وأمام الرأي العام ممن يرى في المحقق العدلي النزاهة أو المتمسك بحق الارتياب.